أهلا بكم يوما بعد آخر. وحظوظ الإطار التنسيقي تزداد في تشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما بعد اتساع خطوط التواصل والانفتاح على الأطراف السياسية الأخرى خاصة السنية والكردية، لما يملكه من مقبولية في البيت السياسي تمكنه من تشكيل التحالف الأكبر تحت قبة مجلس النواب الجديد للشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة. هذا الأمر لم يأتي من فراغ، وإنما برهنته محاولات تقارب تلك الأطراف مع الإطار، على العكس مما تحاول ترويجه بعض الأطراف الداخلية والخارجية بعدم قدرة الإطار على تشكيل الحكومة. مشاهدينا تابع التقرير ولنا عودة. لا إقصاء ولا تهميش، هذه أولى خطوات الإطار الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة، إذ استمرت حواراته الهادفة إلى إجماع كل القوى السياسية ومشاورتها بتشكيل حكومة توافقية خدمية لصالح الشعب. وهناك مصادر تؤكد أن الإطار الشيعي يستأنف حواراته والمفاوضات بعد عيد الأضحى، إذ وصل مراحل متقدمة بخريطة تشكيل الحكومة. أما المراقبون عن كثب للعملية السياسية فقد صرحوا بأن الفرصة الحالية المتاحة للإطار الشيعي ذهبية، واستثمارها بالشكل الصحيح هدف هذه القوى. أما على صعيد اختيار رئيس الوزراء القادم، فقد حددت القوى المتصدرة لهذه المهمة مواصفات يجب أن تتمتع بها شخصيته بقبول وانتخاب جميع الأطراف المنضوية لتشكيل الحكومة والإدلاء بآرائها حول الشخصية المطروحة. جاء ذلك سعيا منها لإرضاء جميع الكتل متجاوزين التحديات التي توضع عائقا أمام تثبيت قواعد الحكومة الجديدة. فبقول المتابعين للشأن السياسي، إن الإطار الشيعي بدأ يقرأ متطلبات الشارع العراقي للمضي بتأسيس حكومة تنفذ تلك المطالب وتسعى لمصالحه، ويأتي بشخصية تلبي طموحه بعيدا عن التحزبات والمصالح الشخصية دون الاستحواذ على جانب من الحكومة المقبلة. لكن المخاوف تتجه صوب البيت الكردي بتأخير حسم منصب رئاسة الجمهورية لئلا تكون جدار الصد في طريق الحكومة المرتقبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونناقش في هذه الساعة أبعاد الحوارات السياسية من أجل تشكيل الحكومة مع ضيوفي في هذه الحلقة، سيد مفيد السعيدي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أيضا معنا الأستاذ قاسم العبودي الكاتب والمحلل السياسي. وأبدأ معك أستاذ قاسم. يعني العطلة التشريعية للبرلمان تنتهي، العيد عطلة العيد أيضا راح تنتهي إن شاء الله. الحوارات السياسية المفروض اليوم في تقدم، لأنه كما تعلن القوى السياسية أنه بعد العيد مباشرة ربما سنعلن عن تشكيل حكومة، ستكون هناك جلسة للبرلمان. ما يجري حتى هذه اللحظة، ولو احنا اليوم بركود يعني سياسي إعلامي على قضية تشكيل الحكومة، مستجدات هذا الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومتابعيكم الكرام في كل مكان، تحية الأستاذ الضيف مفيد سعيد. طبعا كل عام وانتم بألف خير، عاد الله عليكم بالخير والعافية إن شاء الله. طبعا يبدو أنه للرأي أو متابع الشأن السياسي العراقي أن هناك ركود سياسي أو إعلامي، لكنه حقيقة الأمر خلاف ذلك تماما. يعني اليوم هناك حراك سياسي كبير جدا، هناك يعني زيارات مع بعض، هناك اجتماعات، هناك حوارات، هناك تفاهمات كثيرة من الإطار التنسيقي باتجاه كل فرقاء السياسيين. يعني اليوم الإطار التنسيقي مفتوح على جميع الشركاء في العملية السياسية في كل مكونات الكردية والسنية وحتى الأقليات، يعني المنضوية تحت قبة البرلمان. هناك حقيقة تفاهمات، هناك يعني حوارات جرت على قدم وساق، وهناك تسريبات إعلامية كبيرة تقول أنه ربما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك سوف يعلن عن اسم أحد الشخصيات المتفق عليه من قبل الفرقاء السياسيين لدفعه في الفضاء الوطني من أجل التصويت عليه تحت قبة البرلمان. كل هذه الحراكات حقيقة، كل هذه يعني الاجتماعات وكل هذه يعني الائتلافات التي تحدث هي حقيقة يعني وليدة المرحلة، باعتبار أنه اليوم لدينا تلكؤ كبير في العملية السياسية، وهنالك يعني مسألة اختناق سياسي أو انسداد سياسي كما نحن البعض نسميه، لأنه العملية طالت أكثر من اللازم. يعني اليوم 10 شهر انتخابات، واليوم احنا 11/7، أعتقد أنه فترة طويلة جدا، يعني 9 أشهر يعني على عدم تشكيل حكومة، بالتالي عدم إقرار ميزانية، بالتالي عدم تقديم خدمات للمواطن. هذا كله أربك المشهد العراقي بأجمعه. لذلك اليوم هنالك يعني حركة قوية جدا باتجاه أن يكون هنالك تشكيل أو طرح
اسم رئيس وزراء وحكومة قادم إن شاء الله بعد أن رفع الإطار التنسيقي من جهوزيته لهذا الموضوع وتصدى بكل قوة، ولا زال إطار بالمناسبة متماسك تماما بالضبط مما يروج البعض أنه هناك ربما يكون تصدعات في الإطار التنسيقي. ما تصدعات في الإطار التنسيقي إطلاقا نهائيا، لا زال متماسك وكل القادة في الإطار التنسيقي على رأي واحد على فكرة واحد، وقد فاتحوا الأخوة في إقليم الشمال باعتبار يجب الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية القادم. لذلك أعتقد أنه الحراك يعني واضح جدا، يعني الاستثمار الوقت أيضا يعني بدأ يعني يأتي كله. ليس أن يقول دلالاتك أستاذ قاسم على أنه الإطار ما زالت متماسكة، المفروض الحوارات إذا كان الإطار متجه بيسر وسهولة بالحوارات مع الأطراف الأخرى، المفروض هناك يعني على الأقل النتائج لهذه الحوارات. نعم، وسوف نتائج ملموسه. انا احسنتم، النتائج سوف تعلن بعد عطله عيد الاضحى المبارك. بتلس يعني هم فاتحوا الاخوان في اقليم الشمال على انه يجب ان هناك شخصيه لرئيس الجمهوريه يرشح في الفضاء الوطني ثم يبدا التصويت عليه. وقد اختلفوا الاخوه الاكور فيما بينهم، يعني كل متمسك بمرشحه، فالنتيجه كانت بالمحصله النهائيه انه الاطار التنسيقي طرح على الاخوان في الاتحاد الوطني وعلى الديمقراطي انه زجوا باسمين اثنين في الفضاء الوطني، ايهما يحصل على اعلى عدد من الاصوات سوف يكون هو الرئيس القادم. وبالتالي عندما تحسم جدليه رئيس الجمهوريه سوف تحسم جدليه رئاسه الوزراء والحكومه المقبله. تمام استاذ مفيد، رحب بك من جديد. حياكم الله. يعني مفرده الانسداد السياسي وهذا المصطلح ما زال حاضرا على الرغم من كل المستجدات اللي حدثت في الفتره الاخيره، وصولا الى يعني العد التنازلي باختيار التشكيله الحكوميه الجديده، لكن ما زال يعني مصطلح الانسداد السياسي حاضرا. اين يكون الخلل؟ نعم، اضحى مبارك علينا وعلى جميع العراقيين وعلى ضيوفك الكرام استاذ قاسم. طبعا في واقع الانسياد السياسي هو اليوم مصب الانظار والقنوات الاعلاميه الى ان التحالف الشيعي او الكتله الشيعيه السياسيه هي السبب الرئيسي في اساس الانسداد السياسي، بالخطا انه هو ان يكون انسداد كردي قبل ان يكون انسداد شيعي بهذا المعنى، لان اصر الكرد على مرشح ومرشح ربما لا يختلف عليه اثنان وفق تاريخه الذي فيه علامات استفهام كثيرة، والذي لا يتناقض مع أيضا الدستور العراقي باعتبار ريبار أحمد هو أس الخلاف الأساسي وسبقه هوشار زيباري، فلا يمضي شخصية متهمة بالتطبيع وب القوانين لا يمضي عند اي طرف. بصوره عامه اليوم المكون الشيعي الاكثر عددا يشكل على وجود مثل رئيس وزراء رئيس الجمهوريه ريبار احمد بالحوارات انه ريبار مرفوض بالتاكيد ولا حصل على الاغلبيه، كان الاجدر بالتحالف الكردستاني ان يرشح شخصيه اكثر مقبوليه من ريبار احمد. ليش الكردستاني ما زال يطرح ريبار احمد؟ بصوره عامه كل ما كان سقف المطالب عالي كل ما كانت التسهيلات تسير، لكن على الإطار التنسيق اليوم الذي حمل اللواء تشكيل الحكومة لا يرجع إلى المربع الأول في واقع التفاهمات مع الكرد ومع السيادة، لأن التفاهمات السابقة كانت بداية تشكيل الحكومة وبداية تشكيل أسس الدولة العراقية الديمقراطية بعد نظام البعث. اليوم ربما هذا المولود كبر وأخذ على عاتقه وغامر ودخل معارك وانتصر ولديه أيضا مقومات قوة في الشارع العراقي، فاليوم عليها أن يمضي وفق التنازلات المتبادلة، أن لا أعطيك وتعطيني، لا أن أتنازل كما كان في المرحلة السابقة. فاليوم وجود ريبار أحمد وبرهم صالح الذي ربما قبل أيام اعترض عليه السيد الصدر بتغريدته باعتبار وفق قانون تجريم التطبيع، ونفس الوقت كان حتى الإطار التنسيق كان يشكل على بصورة عامة بعض الأجزاء يشكل على وجود وأسلوب السيد برهم صالح بنقضه للدستور العراقي، او عندما رشحت اسماء ايام التظاهرات لم يوافق على هاتين الاسمين من اسعد العيداني والسيد السوداني. هذا ربما جعل هناك خلاف ما بين الاثنين، اذا هو بنفس الوقت اليوم ربما يكون غير مرغوب فيه في هذا. هناك وانا حسب تحليلات وبعض المعلومات هناك شخصيه ثالثه ستصدر ربما قريبا، ولا يمضي الاثنين، لان اذا مضى الاثنين وفق تفسيرات المحكمه الاتحاديه اغلبيه الثلثين من يحصل على اغلبيه الثلثين في الجلسه الاولى؟ اصرار الحزبين الحاكمين في الاقليم على نفس الاسماء المرشحه هذا ممكن يعزز من الانسداد السياسي لو يعني ممكن الاصرار بطرح الاسمين هو اصرار سياسي ورقه اوراق تفاوض سياسيه ممكن ان تنتهي
وهذا ايضا لا ننسى الملف السياسي العراقي ليس ملف داخلي بامتياز، بقى ما يكون ملف خارجي. كل ما الملفات الخارجيه بدات تتقارب، كل ما كانت الانعكاسات الايجابيه الخارجيه تنعكس ايجابا على الواقع الداخلي العراقي. هذا لا يعني ان القرار العراقي الداخلي قرار مصادر وليس بها، لا، بقدر ما يكون قرار داخلي قوي تنعكس ايضا ايجابيا على القرارات الخارجيه. فالانسداد اصلا هو انسداد كردي، يعني لاحظنا رشحنا شخصيتين وفق تفسيرات المحكمه الاتحاديه، الاثنين ما حصلوا على اغلبيه الثلثين كما حصل مع مرشح التحالف الثلاث في الفتره السابقه، اذا بالتالي هم الاثنين غير مرفوضين. فان جلسه البرلمان المقبله يجب ان يخضع احد المرشحين الى اغلبيه الثلثين، هو ال 220 او 221 نائب، واذا لم يحصل على هذا فانه يعتبر خارج السياقات. ليس في انتخابات 2018 عندما رشح الاثنين وياخذ على الاشخاص ويبدي بالترشيح الثاني، هذا لم تكن موجوده حسب تفسيرات المحكمه الاتحاديه. واليوم نحترم قراراتها مهما تكون مرة وما تكون، فهي قرارات ثبتت أساس العملية الديمقراطية وصححت مسار. إذن الانسداد هو كردي قبل أن يكون إحنا انسداد نشيع، لأن بالفترة السابقة عندما مرشح سيد جعفر الكل رحب بسيد جعفر وقال نجلس معه ونمضي، لكن الأصل الموضوع هو أصل انسداد كردي. وأيضا اليوم على حتى يعني أكو اجتماع يعني ربما بعد العيد للقوى الكردية، ويقال هذا الموضوع ربما سيكون هو الحاسم. شلون تتفق القوى الكردية فيما بينها يعني بعيدا عن القوى الأخرى الشريكة في اختيار رئيس الجمهورية؟ ممكن يطلعون مرشح واحد باتفاق يعني؟ شوف، الكرد اليوم ليس الكرد الأمس. أنا أقول حتى موضوع التعديلات الدستورية، هذه الفترة أنسب فترة يستطيع أن يمر التعديلات الدستورية بحكم أن ليس هناك إجماع كما كان في عام 2005 و4 وما رافق ذيك السنوات. فاليوم هناك انقسام كردي، هناك احزاب ناشئه ظهرت على الساحه الكرديه، هناك ايضا ربما عمليه الانفراد وعمليه تفتيت الاقليم هي ربما تكون ايضا حتى جاهزه ان يكون السليمانيه تخرج عن اطار الاقليم كردستان العراق وتكون محافظتين، اذا كان محافظتين وفق الدستور ليس باقليم، فاذا الكل يرجع للحكومه الاتحاديه. اكثر من ورقه يستطيع الاطار التنسيقي وقواها السياسيه ان يناور بها على القوى الكرديه، القوى الكرديه بالذات قوى يجبر القوى الكرديه على اجبارهم على خارطه القوى من نرسمها. لان السيد الفاضل في عام 2019 الكل تبرأ من السرقات، الكل تبرأ من الاخفاقات، الكل تبرأ من ما حدث، حتى فقط اخذوا يرفعون لواء نصر على عصابات داعش الاسلامي وصادر من القوى الشيعيه وصادر باتجاه التحالف الثلاثي وايضا البيشمركه وايضا حشد العشائر. اذا الوسط والجنوب هو حتى في هذا المعادله اصبح خاسر. اليوم القوه بيده ومكان القوه بيده، وهناك لا ننسى ايضا الملف الاقليمي او الملف الدولي هو ربما حاكم ان يكون هناك استقرار في الساحه العراقيه. فهذه فرصه ذهبيه مآتيه الى القوى الشيعيه والاغلبيه الشيعيه ان تكون هي اليوم حاكمه وفارضه وفق اهوائها وفق ما تراه مناسبا، وايضا تعالج الاخطاء السابقه لنجاح قرارات ايجابيه. استاذ قاسم، على يعني ذكر القوى الشيعيه، واليوم على الاقل نقول الموقف هم اصحاب الموقف هذا اليوم يعني ياخذون دورهم على الاقل، المظلوميه اللي هم يتحدثون عنها من الانتخابات حتى هذه اللحظه ممكن ينقذون نفسهم في هذه اللحظه تحديدا بالرغم كل الضبابيه اللي موجوده عدم اتضاح الصوره، لكن الاطار يذهب الى الحديث عن برنامج حكومي، يتحدث عن مرحله مقبله، عن اليه حكومه وعملها بكل وضوح، وحتى يرسم لنا المستقبل كيف ستكون الحكومه. هذا الحديث للاطار بهذه الطريقه بعيدا عن التيار، ما موقف التيار من هذه التصريحات للاطار؟ نعم، اولا طبعا يعني التيار الصدري يعني خرج من العمليه السياسيه باكملها وقد انزوى بعيدا، والحديث عن التيار حقيقه في هذه المرحله يعني حديث ما له اي قيمه. اليوم لدينا اطار، والاطار اليوم تصدى بشكل كبير من اجل تشكيل حكومه قادمه. وقد اعلنوا قاده الاطار باغلبهم ويعني جلهم طبعا يعني اغلب جميعهم مجتمعين كانوا موجودين، اعلنوا عن برنامج قدمي يتناغم مع احتياجات المواطن العراقي الذي حقيقه وقع عليه الحيف من عام 2004 الى هذا اليوم. لذلك اليوم يعني الاطار يعني تصدى بكل قوه وقد طرح او فتح اوراقه كامله امام كل فرقاء السياسيين
واعتقد هنالك حراك من المكون السني باتجاه الاطار الشيعي التنسيقي، وحراك ايضا من الاخوه في اقليم الشمال باتجاه الاطار التنسيقي. يعني الاوراق اكتملت تقريبا والاتفاقات شبه جاهزه، يعني فقط بقى يعني اسم رئيس الوزراء يعني حقيقه جدلي، يعني رئيس الجمهوريه ربما كما استفى السيد مفيد السعيد انه ربما في اللحظه الاخيره يتم اتفاق بين الاثنين على مرشح واحد ينتهي الموضوع، لكنه اسم السيد رئيس الحكومه القادم لا زال محل اخذ وعطاء ما بين المكونات الاخرى، يعني الكردي والسني. مع العلم طبعا المكون الكردي يعني ليس لديه تحفظ على اي اسم كان باعتبار انه لديه ثوابت، يعني انه يدير العمليه الاقتصاديه بداخل الاقليم والنفطيه والمسائل الخلافيه مع بغداد، انه يكون بمنع عن المركز، فما عندنا اي مشكله بالاسم القادم، فقط اعطوه ما يريد والموضوع منتهي. بقت المساله الاخرى انه الاطار نفسه، يعني اليوم هنالك حقيقه من يحاول تشويش الراي العام العراقي باعتبار انه فلان تصدى الى المشهد السياسي للاستحواذ على رئيس الوزراء كالعامره او المالكي، وقد كانت بيانات يعني القاده الاطار واضحه جدا، خصوصا اخر بيان البارحه باللي صدر عن الحاج ابو حسن العامري قال بالنص الواحد يعني ليس في واد اهتمامي ان اكون مرشحا لرئاسه الوزراء، وبالاصل يعني اصلا انا وبدر، والكلام له طبعا، أنا وبدر لن نشارك في الحكومة المقبلة وسوف ندعم أي مرشح وبقوة، بمعنى أن هناك تضييق. هذا انسحاب، يعني ماذا يعني السيد العمري بأن يتحدث عن ليس انسحاب، هذا يعني بالعكس هذا دعم للمرشح القادم. السيد الحكيم تحدث عن المشاركة في الحكومة المقبلة. نعم، نعرف موقف التيار الصدري وحتى النصر، اتحاد القوى اليوم تتحدث بهذه الطريقة. عذرا يعني هنالك عدم فهم يعني لهذا الموضوع، يعني عندما يقول السيد العامر او السيد الحكيم انما انا سوف لن اشارك في العملية السياسية بالحكومة عفوا القادمة، شنو يعني؟ بمعنى انه ليس منسحب من العملية السياسية، بل بالعكس داعم للمرشح القادم لتضييق المحاصصة، لانه لدينا محاصصة مقيتة، يعني هشمت العملية يعني السياسية. يعني هذا السجالات والمشاكل، وصار لنا هاي اشهر من الانتخابات حتى طلعنا القوى السياسية المهمة رئيسة واللي يسمون نفسهم الثلث الضامن يتحدث بأنه في التشكيلة الحكومية المقبلة لن يكون لنا حتى يبين للآخر وللشارع العراقي وللمعارض والمنسحب أنه أنا فلان الفلاني ليس في واد اهتمام الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، بينما أنا اليوم جاي للعملية السياسية من أجل إصلاح الخلل الذي وقع على المواطن العراقي. هذا جدا واضح، لكن للأسف الشديد يعني هنالك عدم فهم بهاي النقطة، وأتمنى طبعا كإعلاميين أنتم يعني تفردون في مساحة معينة بالإعلام تبعكم مالكم حتى تبينون للمواطن العراقي الفرق بين الانسحاب من الحكومة والانسحاب من العملية السياسية. يعني سيد مقل صدر انسحاب من العملية السياسية بأكملها، لكنه سيد العامر والمالكي يعني يقولون لن نشارك في الحكومة القادمة باعتبارنا داعمين للحكومة القادمة، وليس لنا شكل الدعم. كيف يكون شكل الدعم؟ يعني شكل الدعم أنه أولا أنا ما راح أكون أفرض نيابيا فقط. نعم نيابيا، وحتى بالمناسبة الإطار التنسيقي اليوم يعني وصل من التكامل. أنا أتوقع على مستوى شخص، طبعا تحليل شخصي، اتوقع انه الاطار التنسيقي سوف يصبح اطار او مجلس حكماء للمرحله القادمه ولحتى الحكومات القادمه، يعني كل الحكومات السياسيه القادمه سوف ترجع مره اخرى للاطار التنسيقي للاستشاره ولاخذ المشوره، باعتبار ان هناك قاده لهم يعني ثقل سياسي كبير ولهم تاريخ جهادي كبير، من الممكن انه كما يقال في المثل الدارج انه يعني يعدلون المائله، اذا مارس العمل السياسي في مرحله من المراحل ربما الاطار التنسيقي سوف يعيد هذه الحكومه الى نصابها الطبيعي وتكون باتجاه صحيح. شاركنا تعليق استاذ مفيد، يعني ما الذي يعني انه هناك عدم مشاركه في الحكومه؟ نتحدث عن سجالات سياسيه والانسحاب من العمل السياسي، ربما استاذ قاسم وضح. نعم. لكن انه نتحدث القوى السياسيه وتطرح اسماء، حتى الشارع هو يستبعد طرح اسماء، اذا نتحدث عن المالكي، نتحدث عن العامري، نتحدث عن شخصيات اخرى بالصف الاول، حتى الشارع يعني ما يتوقع انه يرشحون الى رئاسه الوزراء، ونتفاجئ بمفردات الانسحاب. شلون انت يعني تقيم هذا الوضع؟ واضح ربما التيار الصدري لن ينسحب من العمليه السياسيه، لا زال قراره، لا زال كتله مؤثره في الشارع كافراد، وايضا يوم الجمعه سيرسل رساله من خلال هذه الرساله الجماهيريه، طبعا ليس برساله سياسيه حاده او فعل ربما يؤثر على المشهد السياسي، بقدر ما تكون هي عندما تنزل الجماهير للشارع هي تكون بحد ذاتها رساله، فهذا ثقل الجماهير اضافه الى الثقل السياسي. لا زال تغريدات السيد الصدر هي تجوب بالشارع السياسي، وايضا تغير من المواقف وتكون هناك عليها، تصبح هناك ترند في واقع العمليه السياسيه، فهذا هو لم ينسحب.
هذا تكتيك سياسي من قبل السيد الصدر. موضوع انسحاب السيد عمار حكيم من الوهلة الأولى قال أنا لن أشترك في هذه الحكومة، لكن السيد عمار الحكيم لا زال هو قطب سياسي مهم وكلمته مهمة ومبادراته مهمة ويأخذ بها ويسمع كلامه، وأيضا كلامه يوضع على طاولة التشريح. وضع اليوم أمس انسحاب السيد العامري حج أبو حسن من عملية من تشكيل الحكومة طبعا لا يكون جزء من الحكومة، أنا أضعها في عدة تفسيرات، هو حفاظا على تاريخ الجهاد، ونفس الوقت لا أريد أن نضع البيض كله في سلة واحدة، لأن اليوم الإطار لو ذهبنا باتجاه تشكيل الحكومة لا ننسى هناك في الطرف الآخر الطرف المنسحب اللي هو التيار الصدري وجماهيره، لا ننسى هناك منسحب لو ما منسحب انسحب من العملية البرلمانية لكن أخذ طريقة المعارضة الإعلامية والشارع، وإذا أراد أن ينسحب من العملية السياسية فلديه نمين عام من الوزراء ولديه شخصيات لا أريد أن نخوض بها. نفس الوقت لا ننسى التشويه الإعلامي والحرب الناعمة التي تقام ضد الإطار التنسيقي أو ضد المكون الشيعي بحد ذاته. فاليوم إذا ذهب المكون بأكمله تشكيل حكومة بالتأكيد لا يستطيع أن ينفذ ما عجزت عليه السنوات السابقة. نفس الوقت إذا ذهب بأجمعه بالتأكيد ستكون هناك تظاهرات بالوضع بالمرحلة المقبلة 6 أشهر إذا ما نفذ شيء بالتأكيد ستكون هناك ورقة الشارع للتظاهرات تكون حاضرة. لا يريد أن اليوم أن يحترق كله من أجل ربما شعارات لا يستطيع تنفيذها، ونحن نلاحظ في الوزارات وليس قرار الوزير بقدر ما يكون القرارات ما دون الوزير لا يستطيع تنفيذها. نعم أستاذ مفيد، لكن خلينا بنفس الموضوع نتحدث عنه، أنه موضوعة الانسحابات، أنه اليوم السيد العامري تحدث بهذه الطريقة لكن يقول إحنا حاضرين بالعمل السياسي الحكومة المقبلة نشارك بها، بالمقابل يتحدث الإطار بنفس الوقت والتوقيت ويقول خلاص انتم فرصه للمستقلين اليوم حتى في اختيار في منصب رئيس الوزراء ان يرشحوا، ما معنى هذا؟ يعني شوف هي غلطه التاريخ اذا ذهبنا باتجاه اعطوا الى المستقلين، اذا اعطينا للمستقلين رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء لابد ان نعطي للمستقلين رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان، واللي يقول غير ذلك اقول له اسكت انت اكبر طائفي، لن نقبل ان يكون رئيس البرلمان سني قح من الانبار ويكون رئيس الجمهورية كردي، اثنين محزبين ولديهم أكثر علامة استفهام على أدائهم، ولا نسمح أن يكون المكون الأكثر عددا والضحى وأسس الدولة العراقية أن يستكثر عليه أن يطير رئيس الوزراء أن يكون مستقل. نعم لا بد أن يكون رئيس البرلمان مستقل، هذا ورئيس الإطار هو الإطار اللي تحدث هذا هذا كلام إعلامي لا يتعدى أن يكون كلام إعلامي. وإذا ذهب بهذا الاتجاه فهو ذهب باتجاه لف حبل المشنقة على رقبته كما لفه بوجود السيد الكاظمي، عليه أن يكون أكثر قوة وصلابة، لا يكون يشهد مرحلة الضعف والوهن كما شهد في عام 2019. هاي جزء السبب يعود لمواصفات رئيس الوزراء والمواصفات اختار لا نختار احنا يعني لا نختار لا نختار لا نختار مواصفات شخصية رئيس شخصية يطرحها تكون بها المواصفات المطروحة لرئاسة الوزراء. الجميع غاية لا تدرك، والشارع اليوم اللي يظهر بالشارع علاقته بالخارج يظهر بالشارع يظهر بالشارع ويقول لا نريد ولا نريد ولا نريد، هو يجهل أس العملية السياسية وبعض النواب وبعض الجهات السياسية تجهل أس العملية السياسية. فلا يمكن أن نأتي بشخصية مستقلة ونقول مثل ما فعلنا مع الكاظمي بالتالي شهداء قادة المطار حادث المطار راحت، لا نريد بالتالي سوينا أزمة ما بين الحشيد وما بين الدولة العراقية وجهاز محاربة الإرهاب باعتقال قاسم مصلح، لا نريد أن نأتي بمثله وسوينا إشكالات مع حزب الله ومع الحشيد وكذا وهاي الأمور، وحتى مكتبة وما دار والتظاهرات اللي موجودة تدار من قبل المكتبة بالشهود وأيضا بوثائق رسمية. اليوم هذا درس، واليوم الفرصة الأخيرة مآتية للإطار التنسيقي أن لا يكون يتعامل بمرونة متزايدة كما تعامل في عام 2019. 2019 غلطة ونقول غلطة شاطر دفعت الثمن، ذهب هناك ضحايا تسوى ما أعرف إيش، ما أريد أن نتحدث بكلام آخر، ونأتي اليوم أن نأتي ونقول يا أبا تعال أنت مستقل هاك إياها الدولة هاي وإحنا ديواننا راحت وهاي تضحيات وإحنا حاملين لواء التغيير وحاملين تصدعات التظاهرات وصرنا حتى دمائنا حتى شهدائنا حتى تضحياتنا في الحديثة الجديدة عام 2014 وما 15 16 17 أصبحت معيبة
تضحيات الحشد اصبحت عيب اليوم، لا احد يتحدث بها، حتى بقنواتنا للاسف قنوات اليوم حامله طيب لا تذكر تلك الدماء، هذه نتيجه بروباغندا اعلاميه. المستقل مو بالضروره يكون هذا سيد نتيجه بروباغندا اعلاميه استخدمت باتجاه القوه السياسيه الشيعيه، ويجب ان نرد عليها بقوه المستقل قويه. المستقل شنو يعني المستقل؟ المستقل هو مال احد مال احد مو هيك بالتاكيد سيد اليوم تجيب لنا مدير عام مال احد يروح يلتجي يسوي عقود مع جهه سياسيه ما تحسي ورا شارع مو بالضروره يكون هو هذا المستقل اللي دخل الانتخابات بطريقه مستقله، مو بالضروره يكون انه هو ضد القوى السياسيه او احتمال هو اساسا من هذه الطبقه السياسيه ومن القوى السياسيه، لكن هو على الاستقلال. هل يكون ضامن المستقل ان يكون بعيد وايضا يحفظ نفسه من التدخلات الاماراتيه من الفرض والقوه الامريكيه تفرض عليه؟ هناك اتفاقات جرت مع اتفاق اطار استراتيجي مع الامريكان وجود اضعف حكومه موجوده وباقصاء اغلب القوى السياسيه الموجوده اللي وقع عليها الكاظمي. الكاظمي وقع على عقود وقع على استاذ مفيد ما حد يقول على الكاظمي بهذه الطريقه. ليش ما لا ليش ما حد اصلا العصر الذهبي يتحدثون مع العصر الذهبي تدري لمن؟ للتيار الصدري اقل شيء عصر ذهبي. لأن نائب رئيس الأمين عام هو بالتيار الصدري، فعصر ذهبي، عصر ذهبي لبعض الشخصيات اليوم اللي هي حتى من داخل الإطار، خلينا نتكلم هي موافقة على وجود وافقت على وجود السيد الكاظمي في تلك الفترة، لأنه مستريس على الوقت البيض. عفوا عفوا، أنا بس مداخلة فقط صغيرة. يعني في تلك الفترة، أنا بقول في تلك الفترة، غلطة شاطر حتى الإطار لما وافقوا على مصطفى الكاظمي يعني اختاروا وفق قاعدة التزاحم الفقهي، يعني أهون الأمرين. ليش ما كان هو الأمرين اليوم نفس النتيجة؟ ليش ما كان محمد شيع السوداني كان موجود حاضر على طاولة السوداني مع كل احترام لكل الأسماء ما كان مطروح من أجل أن يكون رئيس وزراء، كان مطروح من أجل الحرق. سيدي الكريم تأمل رجل المخابرات. أنا سؤال مهم يعني أسأل الأستاذ قاسم بنفس الفكرة التي تطرحها أستاذ قاسم، ما يجوز الإطار نفس الشيء راح يعني يعيد نفس السيناريو مثل ما اختاروا الكاظمي؟ هي نفس القوى السياسية طبعا هي موجودة حاليا من ضمنها قوى الإطار، اختاروا السيد الكاظمي ومن ثم يعني طلع ما يعجبهم الكاظمي. ممكن هسه اليوم بدعوات الإطار بأن يكون هناك ممكن أنه يرشح مستقل نفس السيناريو ينعاد يعني مرة أخرى. ماشي. اولا يضع الاطار نفسه في الفخ طبعا مناسبه، خلينا بس نعرج عن موضوع المستقل. المستقل شنو؟ رجل رشح انتخابات جاب عدد اصوات وفاز صار نائب البرلمان، ومن الممكن ان يكلف بتشكيل حكومه باعتبار هو عنده قاعده جماهيريه تعداد خلينا نقول 16000 صوت. لكنه مثلا على سبيل الفرض ها حزب الدعوه او العصائب او التيار الصدري لديه مثلا 73 مقعد كالتيار الصدري يمثلون مثلا كذا عدد من الاصوات، الاولويه تكون لصاحب الاصوات الاعلى والاكثر، لان يعني هذا يمثل 8000 صوت فقط، لكن هذا جايب مثلا مليونين صوت. رئيس وزراء ترشيح لا ليس بالضروره ان يكون هو نائب البرلمان. يعني نجيب واحد من الشارع نجيب رئيس البرلمان. رئيس الوزراء ليس بان يكون شخصيه داخل البرلمان على قرار رئيس الجمهور رئيس المجلس النواب. تختلف هنا المعادله، نفس الوقت اذا جاب بمرشح أيوة مستقل نائب يرشح ويفوز. نعم يفوز، لكن شخصيه رئيس الوزراء، شخصيه رئيس الوزراء الان اليوم يرشحني لاطار تنسيق رئيس الوزراء او يرشحك انت. اذا لم تكن من اطراف العمليه السياسيه من بعد عام 2003 اليوم ما ممكن يرشح. بالتاكيد ليس ان يكون نائب ولديه جمهور بقدر ما يكون لديه خلفيه سياسيه، وايضا وضعت هناك الشروط خلفيه سياسيه موجوده بالمستقلين. نرجع السؤال سي زينب، القوى السياسيه المستقله كلها من خلفيات سياسيه وتحديدا القوى الشيعيه. نعم، لكنه الان الظرف يختلف عن عام 2018 ولا يمكن ان يكون هنالك احراج لاطار تنسيقي، بالعكس هناك اطار تنسيقي يوم يتحرك باريحيه مطلقه ولديه مساحه كامله، وسبحان الله هناك ظروف دوليه يعني عوامل مساعده للاطار التنسيقي. يعني اليوم من الرائع الذي حدث يعني بالعالم، مع العلم انه جاء عن طريق يعني للاسف الشديد عن طريق حرب بين روسيا واوكرانيا، اليوم هنالك اجماع دولي على انه يجب ان يكون العراق هادئ لتامين مصادر الطاقه من وسط وجنوب العراق. لذلك اليوم الاطار التنسيقي كما قلنا لديه فرصه باستثمار هذه الاوراق التي في صالحه، فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يفرض عليه اسم ويقول يلا هذا اهون الامرين وخلنا نوافق كما وافقوا على الكاظمي في فترة من الفترات. وممكن يكون الإطار، قبل شوية طرحت السؤال على أستاذ مفيد، ممكن الإطار يعني تعرف شروط الرئيس الوزراء اللي لازم؟ هي مو شروط، هي مواصفات. مواصفاته. نعم. مواصفات رئيس الوزراء من ضمنها أنه لازم يكون عنده مقبولية وعنده علاقات دولية واسعة، يعني مو لازم يقدر
مو لازم. هذه الشروط هاي اللزوميه من الاطار ماشي. هو الاطار التنسيقي وانا مقرب من اطار التنسيق باعتبار يعني قريب من عندهم اعلاميا. الاطار التنسيقي طرح فقره انه يجب ان تتوافر في المرشح القادم ثلاث خصال: ان يكون لديه مقبوليه دوليه، وان يكون لديه مقبوليه جماهيريه باعتبار الشعب يوافق عليه باعتبار ما رافضه، وان يكون هنالك استحسان او مقبوليه مرجعيه باعتبار انه المرجعيه لها ايضا صوت فيما يجري في الشارع العراقي. هاي شلون هاي شلون مقبوليه مرجعيه وعندها علاقات دوليه ممكن علاقات توصل لاسرائيل يعني.